اهلا بحضراتكم من جديد. كنت اتمنى ان الوقت يكون فيه متسع عشان نفرجكم على ردود الافعال العربيه والعالميه، لانه لما تشوفوا الفخر والزهو والفرحه بالاهلي من واحد زي فتح المولدي في تونس، لا هتشوفه في كل الدول. عايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، بالمناسبه الحلقه اللي قبل اللي فاتت قبل ما المهندس عادل يرجع بالسلامه، بعد الهوا كلمني الكابتن حسين عبد اللطيف كابتن نادي الزمالك السابق، قال لي استاذنك في شخصيه اردنيه مرموقه، انتوا جنبه كاهلاويه ولا حاجه، من حب وعشقه للنادي الاهلي. ايوه. ايه ده؟ قال لي اه، اسمه الاستاذ سعيد الجعبري. استاذنك ادي له تليفونك وعايز يكلمك ويطمن على المهندس عدلي. كلمني واذا بي الاقي نفسي قدام راجل على التليفون مصري اهلاوي اكتر من اللي في مصر وعايشين في مصر. قال لي احنا اسرتنا مصري الهوى. بص، قال لي اسرتي في مصر وشغلها في مصر من 1930، عضو في النادي الاهلي والله. قال لي انا، هو كان رئيس نادي الجزيره قبل كده الاردني. قال لي انا بالنسبه لي بظبط مواعيد سفري بره الاردن على ملك وكتابه. بسم الله ما شاء الله. لا يمكن ما اتفرجش عليكم، يا على الهوى يا في الاعاده. وحافظ لدرجه انه قال لي انت بقالك ثلاث حلقات والمهندس عدلي هيرجع امتى، وكان عايز يطمن عليك. اداني ابنه اسمه خالد سعيد الجعبري، قال لي خالد عامل في البيت متحف للنادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله. انزل مصر لازم اجيب له هدايا، راجل عنده 30 سنه ابنه، بس لازم اجيب له من مصر شنطه من النادي الاهلي، الميداليه الجديده، الكوفيه الجديده، الكره الجديده، الفانيلا الجديده. قال لي من حبنا في الاهلي عاملين متحف في البيت للنادي الاهلي. فده النادي الاهلي يا جماعه. وده قيمته حتى في وطنه وفي كل محيطه. مجدي قفشه كان واحد من نجوم المباراه، نجم الليله، عريس النهائي، هو اللي ساهم في القبض على هذه الاميره. قبل كده الاخوه في قناه الزمالك او في برنامج زملكاوي الحياه، لما الاهلي تعاقد مع مجدي قفشه كان رايهم فيه ايه؟ نفكرهم. اكل الموضوع تاني؟ قلت عايز اعلق على الموضوع ده. عايز اعلق لان انا ما حظ قفشه يعني ان اسجلها عليا من دلوقتي. قفشه صفقه فاشله في النادي الاهلي. اولا لعيب مهمل ما بيتمرنش كويس، وده اللي كان مخليه ما نالش قناعات المدراء الفنيين اللي تولوا تدريب بيراميدز. واحد بيتفرج عليك يقول لك دلوقتي انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك خالص، وتبني قرارك ان هو ما راحش. انا بقول لك ده واقع. هما بس عندنا في النادي الاهلي الناس قاعده في المدينه الفاضله تقريبا كلهم رايحين الحج مع شرقاوي. لا لا لا, لا. مش هتقابلهم هناك؟ طيب تمام. فانا النهارده بالصدفه والله العظيم ما كنتش اعرف انك هتكلم في موضوع قفشه ده، لان نادي الزمالك اكبر بكتير جدا من نتكلم على قفشه، ولا حتى حد يقول لك اما حته الدين قفشه. فانا شايف انه التيبيكال كويس ان هو ما جاش نادي الزمالك، لانه ده اخره سيزون واحد في النادي الاهلي، مش هتلاقيه تاني، لان العقليه دي اللي بتتكلم وبتلعب على كل الحبال صدقني ما بتعمرش وربنا ما بيكرمش. اما طلعت حته الدين قفشه بجد،